صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهارده. ومصر جميله، دايما مصر جميله باهلها وناسها، وان شاء الله يا رب يوم جميل على كل مشاهدينا. صباح الخير يا حاتم. صباح النور يا عين، صباح النور مشاهدينا الكرام، واجعلوا يوم نادي كده علينا كلنا يا رب، ونقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدينا يومنا ويا رب ارزقنا الصحه والستر والسعاده وكل حاجه حلوه، ونبتدي يوم جميل ان شاء الله. اللهم امين. صباحنا وصباح الملك لله، والنهارده ان شاء الله باذن الله يوم جميل لكل المشاهدين. النهارده عندنا فقرات متنوعه، انا نفكر كده في البدايه نقعد نتكلم في ايه، فممكن نتكلم في التاريخ وقد ايه مصر مليئه بالاثار الجميله، قد ايه احنا لازم نهتم اكتر بالاثار بتاعتنا، قد ايه لازم يبقى عندنا انتماء بشكل كبير جدا لجدودنا الفراعنه. هي حضاره من 7000 سنه ولكن اثارها باقيه لغايه النهارده، عندنا تلت اثار العالم اللي احنا في بعض الاحيان ممكن نكون مش عارفين كتير عنها، فدايما احنا مهتمين مع حضراتكم من خلال مصر جميله ان احنا نعرف ولادنا الصغيرين وشبابنا باثارنا الجميله وتاريخنا الجميل اللي كلنا لازم نفتخر بيه. اكيد، وعايزين احنا كمان نخلي بالنا من اثارنا دي، عايزين نحافظ عليها، عايزين لما نلاقي حاجه وحشه او في قمامه مرميه من قدامها او كده، او حد بيرمي حاجه، نقول له بعد اذن حضرتك يعني خلي بالك. طبعا دي جهود بتاعت احنا المصريين جنب الحكومه، مش كل حاجه نقعد نقول الحكومه هي اللي بتعمل ووزاره الاثار ووزاره السياحه والكلام ده كله، احنا كمان لينا دور مهم جدا ان احنا على الاقل ما نعملش حاجه تسيء للاثار بتاعتنا وتخلي الناس تقدر تيجي. نعمل ايه؟ ممكن نصور الحاجات دي ننزلها على الانترنت، ممكن نحافظ عليها، ممكن ناخد ولادنا نعلمهم الحاجات دي ايه. الرحلات المدرسيه مهمه جدا جدا يا جماعه، عشان خاطر ولادنا يعرفوا تاريخهم وحضارتهم ويفتخروا باهاليهم وبحاجتهم اللي موجوده في مصر، مش موجوده في اي حته تانيه خالص في العالم. صح، واحنا داخلين على يعني ان شاء الله تخلص الامتحانات وهيبقى في فتره اجازه طويله، وفي فرصه ان الناس تروح وتزور الاماكن الاثريه اللي موجوده في مصر تتعرف عليها اكتر. سهل قوي ان احنا نطلع معلومات من على الانترنت، في كتب اكيد مختصه بالاثار نقدر ان احنا نقرا عنها، مش بتكلم تفاصيل التفاصيل ولكن في رؤيه عامه، ده كان في اسره مين، مين اللي بنى المكان ده. من اجمل الاماكن الموجوده عندنا هنا في القاهره حاتم القلعه طبعا. كل اللي بيعدي على القلعه بالليل بيشوف قد ايه هي مضاءه بشكل جميل جدا جدا جدا، بصراحه شكل حضاري، شكل يدي بفخامه وعظمه القلعه وتاريخها والدور الفعال اللي كانت بتقوم بيه في حقبه زمنيه، وده لازم يعمم على كتير من الاثار اللي موجوده. بقالنا يعني انا عن نفسي بقالي مده ولا رحت الاقصر ولا اسوان، ولكن انا متاكده كمان ان المعابد هناك فيها اضاءه بشكل جميل جدا مبهر، والحمد لله السياحه ابتدت تعود تدريجيا، الحمد لله كل يوم بنقرا من خلال وسائل الاعلام ان في عدد من الطائرات بتوصل للاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقه. عايزين ننشط السياحه بشكل كبير جدا، عايزين نكون سفراء لبلدنا، نروج ليها في كل مكان بشكل ايجابي وحضاري وبمعلومات موثقه. طبعا دي اهم حاجه. طبعا ده مهم جدا، واحنا يعني عندنا كميه جايدز موجودين، يعني دي لعبتهم، يعني عندنا جميع اللغات، فرنساوي انجليزي عربي الصيني، حتى لو يعني لو بنتكلم الياباني والحاجات دي كلها واسباني والماني نستفيد. الناس دي انا عارف ان هم بيعملوا شغل جامد جدا، ومتابع على الفيسبوك بشوف قد ايه بينزلوا صور وفيديوهات ويقعدوا يحكوا، وحتى في الفيديوهات اللي هم بيطلعوا فيها بيقعدوا يحكوا على معبد ابو سمبل، مش عارف معبد الكرنك، ويقعدوا يتكلموا. هو ده المطلوب مننا في الفتره اللي جايه دي. مطلوب حاجه ثانيه كمان، جنب الرحلات المدرسيه اللي بتعملها المدارس، عايزين الاهالي، ايه رايك ما تاخد بنتك وابنك كده ومراتك بعد موضوع الامتحانات وتتفسح، خدهم وانزل اسوان يومين ثلاثه. الاسعار هناك دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني مش كبيره، واولا انت هتنشط السياحه الداخليه، ثانيا في ناس بيوتها مفتوحه من الحاجات دي، ثالثا انت هتتعلم حاجات او انت هتعلم ولادك حاجات انت كنت محتاجها او انت شفتها قبل كده هم ما شافوهاش. المعلومه نرجع نقول تاني، لما بتذاكرها، عارفه انت لما تذاكر المعلومه وتيجي تحطيها في الامتحان راحت، انما لو رحتي اتقالت لك المعلومه دي وشفتيها بجد وشفتي مثلا المعبد ده وتعرفي مين او المتحف ده مين اللي عمله سنه كام ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، وكنت تاخد المعلومات بتصدقيها، بتفضل معاك على طول ما بتروحش. فنحاول ان احنا اولا هتبقى فسحه، ثانيا هتبقى معلومات، ثالثا هتبقى تعليم الانتماء للناس دي لبلدها، اطفالنا الصغننين هم يحبوا بلدهم اكتر، ولا ايه؟ طبعا ده اكيد، والمعلومه في اطار قصه او حدوته بترسخ ليها اكتر، زي ما حاتم بيقول الحفظ والكتابه او الدش بعد كده هو دي اكتر حاجه بتخلينا ننسى المعلومات، فنحاول نحط المعلومه في اطار حدوته لاولادنا الصغيرين، نعرفهم بالعصر كامل كان عامل ازاي او شكله ازاي،
وده بيحصل طبعا من خلال بعض البرامج المتخصصة. ويمكن احنا مهتمين جدا ان احنا نقدم فقرة متخصصة عن تاريخنا واثرنا، ودايما بيكون معانا المهتم جدا وكاتب المصريات الاستاذ بسام الشماع، بيحكي لنا تفاصيل اكتر عن الاثار اللي موجودة في مصر، عن الاماكن التاريخية اللي ممكن ما يكونش عندنا فكرة عنها، عن الفراعنة او اللي كانوا بيحكموا في هذه الفترة وشكل العصور كانت عاملة ازاي. النهاردة هنتكلم على المعابد ما بين الاقصر واسوان، وتحديدا معبد كومومبو. واعتقد دايما اللي بيعمل الرحله بتاعه الاقصر واسوان وخاصه من خلال الباخره بيتوقف دايما عند معبد كومومبو وبيزوره، واعتقد ان هو ليه تاريخ هنتعرف عليه اكتر النهارده من خلال مصر جميله. على فكره حته فضفاضه كده قبل ما نكمل، بس الحاجات اللي كنت مستنيك ما ترجعش، ان كنت عايزه اتكلم معاكي فيها. من كام يوم كده حلمت ان انا صحيت الصبح ما لقيتش الموبايل، ما لقيتش انترنت، ما لقيتش تلفزيون، ما لقيتش اي حاجه. تصدقي لقيتني عملت ايه؟ لقيتني بمشي في الشارع مبتسم، لقيتني مش قلقان من حاجه، لقيتني بصحى الاقي اهلي حواليا بقعد اتكلم معاهم مش ماسك حاجه. والله العظيم صحيت كده يعني حسيت، لقيت كل الحاجات اللي كنا بنعملها زمان في التسعينات والثمانينات ايام ما كانش فيه التكنولوجي ده، لقيت روابط اسريه اكتر، لقيت وقت يعني اقدر انزل العب، اتمرن، اروح جامعتي، اروح مدرستي، لقيت مذاكره ورياضه، لقيت هوايه ومتعه، لقيت حاجات كتير جدا جدا جدا. فقمت طبعا فتحناه كده وفنجل كده على رنه الموبايل، لقيت احمد عطا بيكلمني، هو انت لسه ما قمتش؟ يلا قمت. رحت جاي جاري طبعا عشان خاطر الشغل. بس تخيلي الحياه لو فجاه كده نعمل يوم نسيب فيه كل حاجه كده ونرجع لزمان كده. والله يا ريت، او يا ريت احنا كمان نبدا نعدل من نفسنا، يعني نبدا ناخد الايجابيات بتاعه التكنولوجيا ونسيب السلبيات. احنا حياتنا كلها اتحصرت في مواقع الـ 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 يعني الفيسبوك او مثلا التويتر او غيرها من وسائل الاتصال، او يعني الـ الـ الاماكن يعني اللي بيدخلوا عليها الناس من خلال الانترنت، شبكه التواصل الاجتماعي. شبكه التواصل الاجتماعي يعني ده اخذ حيز كبير قوي من حياتنا، اخذ حيز كبير قوي من وقت ولادنا، فبالتالي ضيع علينا ايجابيات كتيره قوي. احنا لازم نعالج نفسنا من المشكله دي، لازم نحدد اوقات معينه ندخل للضروره القصوى ونعيش حياتنا. الحياه كلها متعه، كلها حاجات جميله جدا حوالينا، وبنفقد الكثير لما بنحصر نفسنا جوه الموبايل او جوه الكمبيوتر او جوه الايباد او غيره من الوسائل اللي بتخلينا متصلين بالتكنولوجيا. بتضيع علينا فرص كتيره قوي زي ما قال حاتم، اهمها التواصل الاجتماعي، وهي دي يعني بيسموها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن العكس صحيح. واعتقد كلنا بنعاني من المشكله دي مع اولادنا الصغيرين. هي سرقتنا من اهالينا، سرقتنا وسرقت وقت كبير من حياتنا، نضطر ان احنا طول النهار قاعدين نكتب ونعمل ونتابع ونشوف وده. لكن في الاخر كل وقت ليه أدان. بقول لك احنا لازم، احنا اللي نعالج نفسنا، احنا اللي لازم نوري اولادنا كمان ايه الاكتيفيتيز او النشاطات اللي ممكن يعملوها غير الاتصال بالتكنولوجيا والدخول على وسائل الاتصال الاجتماعي، لانها فعلا انتي سوشيال، ما هي مش سوشيال خالص. يعني ملهاش اي علاقه بان احنا نبقى متجمعين مع بعض. ولاحظوها اول ما ندخل مثلا في تجمع عائلي هتلاقي كل الناس يا اما حاطه وشها في الموبايل، يا اما بتصور عشان تنشر من خلال طب انت يعني انت ما تستمتع بالوقت اللي انت فيه، استمتع باللي انت فيه، وبعدين بعد كده هو حدد وقت تستمتع فيه مع اصحابك من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي. على ذكر الموضوع طبعا برضو النهارده عندنا فقره مهمه جدا، ويمكن عرفناها اكتر من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، صفحه اصاحبي. أيوة. صح كده؟ ايوه. انا دايما ما كنتش عارفه اقول اسمها. اديكي قلتيها. اصاحبي. وهي صفحه خاصه جدا بالساركازم او السخريه، شفناها في كتير من الـ يعني الـ الاوقات بتظهر بشكل كبير قوي من كل حاجه بتمر بينا في حياتنا، ودي برضو طبيعه الناس ان هي يعني مشاكلها بتطلع من خلال السخريه. عبقريه الشعب المصري على فكره، بيحاول اي حاجه لتهريج وسخريه ويضحك ويبتسم، هو ده الشعب المصري الجميل مش كده؟ النهارده بقى فقره اصاحبي، وهيكون معانا اثنين من مؤسسين الصفحه، هيبقى معانا محمد عبد المنعم وحسام حامد، هيتكلمونا عن الفكره جت ازاي، ابتدت امتى تكون موجوده على الفيسبوك، وفي نفس الوقت ايه الهدف منها، يعني هم فكروا ليه في فكره اصاحبي، والشخصيه اللي وصلوا لها برده وصلوا لها ازاي. تفاصيل كتيره جدا من خلال الفقره دي. هيكون معانا كمان الشاعر الجميل مينا مجدي، هو شاعر يعني اتعشم ان شاء الله ان انتوا تنبسطوا جدا في الفقره دي، لان هو بيعمل حاجات كتير جدا، بيتكلم في حاجات كتير جدا، وعامل قصائد جميله جدا جدا جدا، اكيد ان شاء الله هنستمتع بيها مع بعض ان شاء الله النهارده.
طيب دي كانت فقراتنا النهارده، هنبتديها مع بعض على طول بطبعا استاذ بسام الشماع، هنتكلم عن معبد ايه، كوموبو. طيب هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نستقبل استاذ بسام الشماع ونبتدي على طول حلقتنا، يلا بينا.